عايشين نحن كنا بحلب ومبسوطين وما عندنا أي مشكلة. فاتت هالأزمة السورية خلال الأربع سنوات عشنا فيها بداية بس بحلب، وبعدين صار مضايقات كثير في حلب، لا كهرباء لا مي لا أمان، ما في شيء إني يعيشك في مبسوط إني تكون بحلب، كلها راحت كلها دمرت. طلعنا خمسة سيارات نحن وقرايبينا وولاد عمنا واخوتنا وابوي وكل العائلة طلعت. طلعنا وحتىني على الطريق لاني ما في امان على الطريق، خاطرنا بأرواحنا مقابل أن نحن نصل للادية. إحنا كان في معنا ذهب، في معنا شوية مصاري بس خفيفة مو كتيرة، لميناهم جمعناهم من حوالي أن مثلا نحن أولاد عمنا وأخوتنا، وقررنا أن نسوي مشروع نحن نحسن نعيش من وراء، لأن مقابل أن نحن بحلب يعني طلعنا ما معنا شيء. أنا وأخوي نزلنا على السوق التجاري و بحثنا بالسوق ان في طلب على البطاطا وما في معامل كثيرة يعني تخدم ان هي المصلحة. اخذنا الارض فاضية، ارض زراعية نحن بنينا عليها واخذناها لمدة 20 سنة، يعني نحن ما لنا مقررين ان نجي نشتغل سنة ونرجع ننزل على حلب، لا نحن بركنا هون استقرينا هون. نحن عم تجينا لهون على المنطقة، يعني هون أهل المنطقة كلهم احتضنونا يعني كأني أهل نحن، يعني حتى إذا بيتنا ناقص غرض يجيبونا من بيوته. أنا خديجة إدريس من ريف اللاتقية تنسرفو. نحن هون إجا نازح من حلب، إجا عريف اللاتقية بمنطقة هاي المنطقة فقيرة كتير، عاد بس بتعتمد على المحصول الزراعي، والمحصول الزراعي بيتأثر بالجو وبالطقس كتير كتير. فإجا افتتح معمل، معمل بطاطا، وهذا المعمل أحيا المنطقة وعطى معاش للناس الفقيرة وبحاجة لعمل. وبتعرف إحنا منعيش جو يعني صعب كتير كتير بسوريا، فإجا افتتح وعطانا فرصة لكل لأهل المنطقة. والأعظم من هيك إنه كان في ناسحين عاد احتضنون الأستاذ واحتضنون المعمل وهني بحاجة للعمل. فالمعمل يعني كان فرصة كتير حلوة وساعدت الناس كتير كتير، ساعدت المنطقة وساعدت الناسحين اللي إجوا من محافظات لعنا على اللاتقية. أنا اسمي محمود ديري من حلب. نزحت من حلب بعد ما انصبت اصابه بايدي وبعيني، عندي فقد شبكيه. جيت لهون كنت بارك بلا شغل، بس الاستاذ عبد الكريم عم بفتح مشروع بطاطا، فنزلت 3 شهور تعلمت المهنه مزبوط، مكنت مزبوط، بعدها استلمت له ريس فني للماكينات لاني انا بعرف بالميكانيك. مراحل الانتاج عندنا هون، اول شيء بنجيب الذره مطحونه بنحطها بالخلاط، بعده بتطلع على الاكسودر هو اللي بنفش الحبة، بتطلع الحبايات بتطلع على السير على الفرن، الفرن حمصها، بعد ما تتحمص تنزل على المتبل اللي هو بنضاف للنكهة والملح والزيت، بعده في صبايا بحطوها بكياس مغلفة بربطوا الكيس بياخدوها على ماكينة التعبئة. الماكينة اوتوماتيكيا بتشتغل وما يعني الصبايا ما حدا بلمس الكيس. نحن جايين من حلب نازحين، عندي 4 أطفال، انت بتعرف وضع البلد والحياة المعيشية الصعبة، جينا لهون قولنا في معمل بطاطا، حرام الأستاذ عبد الله يعطيه العافية يعني ما تاركنا لازمنا شيء، هون الشغل كويس أهل الضيعة ناس طيبين. إذا رجع استقر وضع حلب، نحن أحب مع قلبنا أن تستقر سوريا كلها مو بس تستقر حلب. نحن بنرجع إن شاء الله منعمر حجرة بحجرة وبنرجع منعيد مشاريعنا هنيك، وبضل مشروعنا هذا قائم بصير تابع لتأسيس مشاريعنا بحلب. في ناس كتير بهالبلد صارت من هالبلد
وكبرت فيها البلد، وعند الفاتت الأزمة لها البلد طلعت منها البلد واعطتهم ظهرها، ما التفتوا على البلد. وهي أكبر غلط فينا نحن السوريين يلي بطلع لبرا فيد بلدك، بلدك هلا بيمس الحاجة لإلك.